في موضوع آخر، أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للجزائر العاصمة عن تخصيص حافلة لنقل عمال قطاع الصحة ابتداء من اليوم الاثنين. وأشارت إتيزا في بيان لها إلى أن إظهار البطاقة المهنية للعاملين في قطاع الصحة شرط لركوب الحافلات، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه يمنع على الآخرين ركوب هذه الحافلات، فيما تنطلق الحافلات ابتداء من الساعة 6 صباحا ومن 10 محطات.